جزء مما قاله الرئيس السوري بشار الأسد العائد للقمم العربية مرة أخرى، ربما هذه ثاني قمة عربية أحضرها، وأيضا للقمم الإسلامية. والحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية، وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني بكل ما يشمله المسار السياسي من عناوين اقتصادية أو غيرها، لتكون عودته مشروطة بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت للإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين، مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة. أما الحديث عن الدولتين وإطلاق عملية السلام وغيرها من التفاصيل والحقوق، فهي على أهميتها ليست الأولوية في هذه اللحظة الطارئة، مع معرفتنا أن الحديث فيها وعنها لن يثمر ولن يجدي، لأنه لا وجود لشريك ولا لراع ولا لمرجعية ولا لقانون، ولأنه لا يمكن استعادة حق والمجرم أصبح قاضيا واللص حكما، وهذا هو حال الغرب اليوم.